هلا وغلا، اليوم نحكي لكم قصة مثيرة وهي كيف تطور الكنترولر أو يد التحكم عبر الأجيال. قبل ما نبدأ لا تنسون تفعلون الجرس وتشتركون بالقناة، والحين خلونا نبدأ. بداية رحلتنا بتكون في عام 1977 لما كان جهاز الأتاري 2600 هو الجهاز المنزلي الوحيد. وقتها الألعاب كانت بسيطة جدا من ناحية التصميم، وعشان كذا تصميم الكنترولر كان بسيط جدا، عبارة عن صندوق صغير ويكون عليه عصا تحكم وزر أحمر واحد فقط. بعدها ننتقل إلى عام 1983 بداية اكتساح ونجاحات شركة نينتندو، بدايتها مع جهاز الـ NES أو الفاميكوم في اليابان واللي معروف عندنا بكمبيوتر العائلة. الألعاب اللي فيه صارت أكثر تعقيد من ألعاب الأتاري من ناحية التصميم، عشان كذا نينتندو صممت يد أضافت فيها أول ديبات في عالم الألعاب، وأيضا الزر الستارت والسلكت وزرين الـ A والـ B، ومشى على نهجهم باقي الشركات. الآن ننتقل إلى عام 1988 وبدايتهم بدخول شركة سيجا إلى عالم 16 بت أو 16 بت بجهازهم السيجا ميجا درايف أو الجينيسيس. وأضافت سيجا زر جديد إلى اليد بحيث صار فيه أزرار A, B و C، وأضافت أربع جهات جديدة للديبات بحيث صار مجموعها ثمان اتجاهات، وغيروا تصميم اليد بحيث يكون مريح في مسكة اللعب، وهذا اللي اتبعته باقي الشركات في المستقبل. في عام 1990 أطلقت نينتندو جهاز ألعاب المنزل الجديد SNES أو السوبر نينتندو، وكان دخلتها العالم 16 بت وأضافت زرين جدد وهم أزرار الأكتاف في أول ظهور لهم في عالم الألعاب، واسمهم الـ L والـ R Shoulder Buttons كناية عن اليمين واليسار. وأيضا أضافت زرين جدد للجهة الأمامية وصار فيها أربع أزرار كمجموع ترتيبهم على شكل X، وهم الـ A والـ B والـ X والـ Y، وطبعا ما ننسى زرين الستارت والسلكت. هذا التصميم اللي راح يمشون عليه بقية الشركات الألعاب إلى يومنا من ناحية ترتيب الأزرار الأساسية في واجهة اليد. والآن ننتقل للعام 1994 واللي دخلت فيه سوني وجهاز البلاي ستيشن إلى سوق الألعاب لأول مرة. وسوني أخذت تصميم يد تحكم السوبر نينتندو وأضافت له زرين أكتاف جدد، وصار مجموعهم أربع أزرار L1, L2, R1 و R2، وأيضا صممت اليد بحيث يكون في مسكات مريحة عند استخدام اليد. في عام 1996 أطلقت نينتندو جهازها الجديد النينتندو 64. يد التحكم الخاصة فيه لا زالت إلى يومنا واحدة من الأكثر تميزاً على الإطلاق. من الشكل اليد بتلاحظون تغيير جذري وتوجه غريب، بحيث صار فيه ثلاث مسكات اليد. والأهم من هذا كله أضاف نينتندو إلى اليد عصا تحكم صغيرة تعرف باسم الثمبستيك، وكانت تعتبر إضافة ثورية ومكنتنا في زمن 3D التحكم بالألعاب بطريقة ما خطرت على بال أحد. وأيضا كان في قطعة تركبها تحت اليد وتخليها تهتز، وكانت نينتندو أول من يقدم خاصية الاهتزاز في أجهزة الألعاب المنزلية. وفي عام 1997 قدمت سوني إضافة جديدة إلى يد التحكم الخاصة فيها. الشركة أخذت فكرة نينتندو مع الثمبستيك، لكنها أضافت الأنالوج ثاني لليد، وفكرة عصاتي التحكم الأنالوج أصبحت شيء أساسي في أيادي التحكم وأسلوب مستخدم إلى يومنا هذا في كثير من الألعاب، بحيث تستخدم عصا لتحريك الشخصية والأخرى لتحريك الكاميرا. سوني أيضا أول شركة تضع خاصية اهتزاز مدمجة في يدها بدون إضافات خارجية. وفي عام 1998 رجعت سيجا لسوق الألعاب المنزلي بجهازها الجديد الدريم كاست، واللي أضاف خاصية جديدة وغريبة وهي الـ VMU، واختصار لجملة Visual Memory Unit، وتعني وحدة الذاكرة البصرية، وكانت عبارة عن كد ذاكرة في شاشة مدمجة وتركب على اليد ويعرض لك معلومات خاصة من اللعبة كمثال طاقة الشخصية في لعبة Resident Evil، وأيضا يكون جهاز ألعاب محمول تكون فيه ألعاب مصغرة تلعب فيها. سيجا كانت السباقة لوضع شاشة في يد التحكم، وبنشوف لاحقا كيف شركات ثانية بنت عليها أفكار أكبر. وفي عام 2002 وتحديدا مع إطلاق جهاز الجيم كيوب من نينتندو، اليد الأساسية له ما كان فيها شيء مميز، لكن بعد فترة تم إصدار يد تحكم جديدة في منتصف عمر الجهاز، كانت أول يد لاسلكية في تاريخ الألعاب المنزلي. بعدها طبعا مشى على نهجها باقي الشركات الألعاب إلى هذا اليوم، وأصبح كون اليد اللاسلكية من المقاييس المسلمة نقطة ثورية أخرى لصالح شركة نينتندو. في عام 2005 صدر جهاز الإكس بوكس 360، واليد حقتها كانت شبيهة بيد الأجهزة اللي سبقتها، لكن تعتبر أول يد لاسلكية تجي مع الجهاز مباشرة ولا يحتاج تشتريها بشكل منفصل. أيضا مع تطور أنظمة التشغيل في أجهزة الألعاب كانت هذه أول يد تقدم زر الهوم اللي يأخذك القائمة الرئيسية.
وفي عام 2006 نينتندو تواصل إبداعها في الابتكار وتطلق جهاز الوي الثوري، واللي كان معه يد تحكم على شكل ريموت كنترول ويقدم مستشعر الحركة. هذه اليد قدمت ثورة غير مسبوقة أدت إلى ظهور نوع جديد من الألعاب يعتمد على الحركة، مع إمكانية تحويل اليد إلى مسدس ومقود وغيرها من الأفكار، أو توصيل طرفية الأنالوج فيها للعب ببعض الألعاب بالطريقة الكلاسيكية. وفي عام 2012 قدمت نينتندو جهاز الويو، واللي كان فيه يد مدمجة فيها شاشة ويخليك تلعب الألعاب على وضع المحمول، وزارة كانت نفس الزارة الوي. وفي 2013 بلاي ستيشن تطلق جهاز بلاي ستيشن 4، واليد كان فيها منطقة استشعار جديدة باسم التاتش باد، مثل الفارة في أجهزة اللابتوب، ومن اسمها تعمل باللمس، وبنفس الوقت تستخدم كزر كبير. وأضافوا لمبة في اليد ما لها هدف غير تحديد مكانها لكاميرا البلاي ستيشن، وكانت مصدر ازعاج الكثير من اللاعبين اللي اغلبهم ما كان يملك كاميرا اصلا. واخيرا وصلنا لعام 2017، ونينتندو مره ثانيه تعيد تعريف اللعبه مع جهاز جديد النينتندو سويتش. هذا كان اول جهاز هجين، بحيث يعمل كجهاز محمول وتقدر تفصل اطراف منه وتشبك في طرفيه جديده تحولها يد تحكم، وتشبك الجهاز وتلعب على التلفزيون كانه جهاز العاب منزلي. وما ننسى ايضا ان هذه الاطراف تعمل مثل فكره الوي موت سابقا، بحيث تنفع الألعاب الحركية. هذه الأطراف تعمل أيضاً كل منها كيد تحكم منفصلة، بحيث تقدر تلعب ضد صاحبك بدون أي جهاز إضافي. إذن هذه كانت رحلتنا الرائعة في مراحل تطور يد التحكم وابتكار أفكارها عبر التاريخ. نتمنى تكون عجبتكم، ولا تنسونا زي ما عدتونا باللايك والاشتراك بالقناة يا أحلى المتابعين. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.